النتورك انجينير مش بس بيكون محصور في انه يعمل صيانة للبي سيز او الكمبيوترز بصرف النظر المشكلة او طبيعة المشكلة خاصة بالنتورك او خاصة بايه، لا، دور النتورك انجينير مش بس بينحصر في ده. دور النتورك انجينير مسؤول عن التوصيل كنتورك ما بين اليوزرز. طبعا الجراف اللي قدامي ده بيوضح على مستوى 2 يوزرز بس، ان انا بوصل 2 يوزر ببعض عن طريق مجموعة من السويتشز وعن طريق الراوترز اللي بتوصل اليوزرز ببعضها. كمان السويتشز والراوترز اللي بتوصل بين اي 2 يوزرز، نتورك ادمن او نتورك انجينير مسؤول ان هو يعمل لها ادمنستريشن، وان هو يضمن وصول المسجز ما بين التو يوزرز بدون اي تغيير في المسج بصوره سكيور. كمان النتورك انجينير مسؤول ان هو يمانج الدنيا لو في كونكشن فايب، بس في الحاله دي مش بيكون مسؤول عن سنترال عادي اللي هو الفويس اوفر اي بي. الكونكشن مش بتكون على مستوى تو يوزرز، المشكله ان الدنيا بتكون اكبر من كده، انه على مستوى مبنى يبقى عندي سويتشز موجوده بيعملها ادمنستريشن، وعلى مستوى اكتر من مبنى او على مستوى انفايرومنت كامله زي الموجود هنا عندنا في دي بي اي. الشكل اللي قدامي ده بيوضح الكيبلينج على مستوى اكتر من مبنى. طبعا الانفراستراكشر او البنيه التحتيه اللي بنمد فيها الكابلات دي بتكون من ضمن وظائف النتورك انجينير، ان هو مسؤول عن تاسيس البنيه التحتيه بما فيها الكابلات، وان هو يعملها ادمنستريشن، وهو يشوف القطع حصل فين ويبتدي يعمل له اصلاح. كمان بيضمن وصول الكونكشن دي على مستوى الانترنت. هنا الدي بي اي او هيئه مينا دمياط بتوضح الجراف اللي قدامي ان انا بقسمه لاكتر من اريا. الاريا دي بجمعها مع بعض كلها في الكيبلز دي كلها بتبقى ممدوده وواصله للداتا سنتر. الداتا سنتر بيكون عبارة عن روم مجهزة ان هي تقدر تستقبل الكم الهائل ده كله من الكيبلز. الكيبلز دي كلها الموجودة في الدي بي اي بتكولكت في النهاية وبتتجمع عندي في الداتا سنتر. الداتا سنتر زي ما قلت في البداية ان هي تبقى عبارة عن روم مجهزة بالتكييف بالكهرباء بكل اللي بيحتاجه الداتا سنتر، التهوية طبعا مناسبة. بحط الراكس بتاعتي، الراكس دي اللي هي بتحط بعمل فيها او بحط فيها المين سويتشز اللي بتجمع كل الكونكشنز الموجودة على مستوى الانفايرومنت بتاعتي. دلوقتي انا بعد ما بديت الكيبلز في الداتا سنتر وجهزت الروم بحيث ان هي تبقى مؤهلة ان هي تستقبل الكيبلز دي، الكيبلز بتبقى ممدودة تحت الارض او حتى في السقف. الروم دي بتبقى مجهزة ان هي تبقى تقدر تستقبل الكيبلز زي ما الجراف موضح قدامي، ان انا بستقبلها من تحت الارض بحيث ان كل الانفايرومنت بتاعتي في الدي بي اي المين سنتر بتاعها المانجمنت سنتر بتاعها كله بيرمي هنا عندي في الدي بي اي او في الداتا سنتر دي. الخطوه اللي بعد كده ان انا ابتدي الراكس دي الكيبلز اللي انا جمعتها ابتدي اوصلها بالراكس بالديفايسز اللي موجوده في الراك دي. طبعا انا مش بيبقى عندي راك واحد، بيبقى عندي اكتر من راك بحط فيه المين ديفايسز اللي بتكولكت الداتا دي كلها. على حسب عدد الديفايسز او على حسب الانفايرومنت عندي ببتدي احدد السايز في الداتا سنتر بتاعي وعدد الراكس اللي انا محتاجاه. السويتشز او الراوترز مش بس ان هي المين فانكشناليتي بتاعتها ان هي بتكونكت 4 يوزر زي الديفايسز الموجوده في البيت، اكيد لا. السويتشز الموجوده هنا عندي في الدي بي اي بتكون اكتر شويه، عدد البورس فيها اكبر ان هي بتكونكت اليوزرز دي. وبما ان انا عندي في الانفايرومنت اكتر من 2000 او اب تو 3000 يوزر، فبالتالي السويتشز اللي عندي دي انا كنتورك ادمن مسؤوليتي ان انا اعملها ادمنستريشن، اشوف اي بروبلم حصل على مستوى اليو تي بي وابتدي اعمل له اشوف البروبلم دي تتحل ازاي. كمان انا دوري مش بس بينحصر في راوتينج اند سويتشنج اللي هي مجموعه كابلات بتتوصل باليوزر او بالسيرفرز او لا، انا دوري باكبر من كده ان انا مسؤوله عن وايرلس انفايرمنت، شبكه وايرلس. كمان انا دوري ان انا اشوف الكيبلز، لان انا عندي في الداتا سنتر مش كابل واحد، انا دوري ان انا ابتدي اعمل عمليه تنظيميه للكابلات اللي جايه لي داخل الداتا سنتر دي، بحيث ان لو حصل فيلير ابقى عارف الفيلير اللي حصل ده الاند بوينت بتاعته واصله فين.
انا كمان دوري كنتورك ادمن ان انا ابقى مسؤوله عن السيرفرز، لو هعمل بابليكيشن لسيرفر ويب سيرفر او داتابيس سيرفر او ايميل سيرفر. الامبلمنتيشن بتاع السيرفر نفسه دي مش مسؤوليتي، ولكن البابليكيشن للسيرفر ده بتكون مسؤوليتي انا كنتورك ادمن. الجراف اللي بيوضح قدامي ده بيوضح الدي بي اي، سواء منطقه كونتينر اريا او منطقه او عموما الدي بي اي اريا، لو انا محتاجه اغطيه بوايرلس تكنولوجي، بالتالي اي سندر او اي ريسيفر هيكونكت مع البرج، والداتا دي كلها هتبقى كولكتد عندي في المين سويتشنج سنتر او في الهوم تكنولوجي الكومباتبل مع القصه دي. لو هختار الواي فاي، الواي فاي مش كومباتبل ابدا ان هو يوفركم الاوبستكلز او العوائق اللي بتقابله، وخصوصا جسم الحاوي. اخترت في الحاله دي ان انا اغطي الحاويات اريا باستخدام تكنولوجي 3G. طيب انا قبل ما اتكلم عن التكنولوجي اللي انا هغطيها في الحاويات اريا، انا بتكلم على اكتر من نوع من انواع الاوناش. اول نوع اسمه الار تي جي، زي الشكل اللي قدامي وهشوفه بالتفصيل في الانيميشن بعد شويه، ريتش ستاكر تراك والكرين. الاوناش دي او انا وظيفتي كنتورك ادمن، انا طبعا ماليش اي علاقه بالجزء اللوجستي، انا بغطي الاوناش دي ايا كان النوع بتاعها باستخدام التكنولوجي اللي انا في الحاله دي اخترتها ان هي تكون 3G. ازاي؟ ان انا هجيب ديفايسز، وايرلس ديفايسز، بحطها على الاوناش دي، بحيث ان الوناش وهو بيكولكت الداتا بتاعته مش هيحطها بالورقه والقلم. يعني انا كوناش مسؤول ان انا عن رفعه او ونش معين، ان انا باخد حاويه من مكان سواء من على مركب او بحطها على عربيه مثلا. انا دوري في الحاله دي ان انا اضمن ان اي نوع من انواع الاوناش دي هو يكون متغطي بالتكنيك اللي احنا قلنا عليه بالاول اللي هو 3G، التكنولوجي اللي هي 3G. والوناش ده بيكون قدامه شاشه، سواء هو كان الشخص ده راكب على ونش او ماشي على الارض، بيكون معاه وايرلس ديفايس. اكيد مش هيبقى كومباتبل ابدا ان انا احط له كمبيوتر واصل بسلك. فالوايرلس ديفايسز الموجوده مع اليوزرز دي اضمن اول حاجه كنتورك ادمن ان يكون وصل لها نتورك وايرلس نتورك. النقطه الثانيه ان اضمن انه الاوبريتنج سيستم الموجود على الديفايسز دي يكون شغال. ليه؟ انا دلوقتي بضمن ان انا بعمل ان انا باخد الداتا اللي الوناش ده بيكولكتها وبرميها على داتابيس، بحيث ان انا بقدر بيسهل المانجمنت للداتا اللي انا بكولكتها من الديفايسز دي، لان الديفايسز دي كلها في الاول والاخر بيبقى عندي تابه كده قدام اليوزر على الشاشات اللي قدامه، بترمي اللوجز بتاعتها او اي داتا بيدخلها اليوزر بترمي عندي على الداتابيس. طيب انا دلوقتي دوري كنتورك ادمن ايه؟ دوري كنتورك ادمن ان انا اضمن وصول السيجنلز لاي ديفايس موجود عندي وزن الكونتينر اري، سواء كان ار تي جي او ريتش ستاكر او حتى شخص موجود عادي. فدي اشكال بالنسبه لي الديفايسز اللي بتكون موجوده مع قدام الوناش. انا دوري ان انا رقم واحد اضمن وصول السيجنال ليها، رقم اتنين اعمل مانجمنت للديفايسز اللي موجوده قدام الوناش ده، تمام؟ سواء اوبريتنج سيستم، سواء الشاشات نفسها اللي بيلوجن عليها وبيحط فيها الداتا. ده شكل الفي ام تي الديفايسز دي، سواء ليها اسمين، سواء في ام تي او ار دي تي. اللي قدام الوناش ده بنسميه الفي ام تي. طبعا بيبقى في تيم مسؤول عن الاوبريشن ان هو بيضمن انه التريننج للوناش ده الابلكيشن ده هيتم التعامل معاه ازاي، وده ابعد ما يكون عن دوري كنتورك ادمن. كده بيعمل لوجن للداتا، كل الداتا دي بترمي زي ما انا قلت في البدايه بترمي على داتابيس. طيب السوليوشن التاني اللي هتكلم عنه اسمه ال RFID. بمعنى ال RFID ده بيكون عبارة عن تاجز او كروت بتتحط على التراكس العربيات، بتكون مربوطة بحيث ان هي انا اقدر اعملها تراكنج باستخدام الجي بي اس، بحيث ان العربيات دي او التراكس دي وانس ان هي اتحركت من مكان لمكان تاني، انا باستخدام الجي بي اس اقدر اعرف مكانها، او لو هي موجودة وزن الدي بي اي اقدر اعرف مكانها، هي عندها انهي بوابة واتحركت من بوابة، اخدت معاها بضاعة قد ايه وازاي ومواصفاتها ايه، بداية من لما تدخل التراك عندي للدي بي اي لحد لما توصل لاي اند بوينت تاني. فبالتالي انا اول ما التراك دخلت وعليها التاجز دي، احنا قلنا التاجز دي عبارة عن كروت بيبقى فيها بيبقى انتجريتد فيها انتنة. طيب الانتنة دي من خلالها بقدر احدد التراك دي مكانها فين ووصلت لفين. بمعنى الار اف اي دي في البداية اختصار لراديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن، من خلالها
او من خلال الار اف اي دي ده التاجز دي بحدد بحدد مكان التراك او العربيه اللي موجود عليها التاج دي. بتبقى عباره عن قطعه صغيره جدا، ممكن هي تاخد اكتر من شكل، بتبقى عباره عن شريحه امبيدد فيها هوائي او انتنه، بحيث ان انا اقدر ارسل واستقبل بيانات من خلال التاجز دي او من خلال الشريحه دي. بيبقى فيها اكتر من نوع، ممكن هي تكون باسيف او اكتيف او سيمي باسيف. بتفرق ما بين نوع والتاني لان الشرايح دي اولا مش بتاخد الباور بتاعتها، يعني مش ببقى بوصلاها بالباور، لا احيانا التصنيفات ما بينها اللي هي السيمي اكتيف والباسيف والاكتيف دي بتختلف على طريقه السيجنال بتوصلها ازاي. تمام، هي في الاول والاخر احنا قلنا ان هي بتبقى عباره عن شرائح بتبقى مايكرو مفيش ليها اي سورس كهرباء. النوع التانية فيها بتحتاج لبطارية عشان تبتدي تغذي الشرايح دي. طيب بما ان هي شرايح بترسل وبتستقبل فلازم يكون ليها ريدر. الريدر ده هو الوحيد اللي بيقدر يقرا الداتا اللي بتوصلني من الار اف اي دي تاجز دي. طيب بما انه في ريدر فبالتالي لو في اكتر من ريدر يقدر ان هو يبتدي يعمل هاكينج ويعرف الداتا اللي واصله على او الموجوده على التاجز، فلازم لها نوع من انواع الانكريبشن. الانكريبشن ده بيضمن ان مش اي ار اف اي دي ريدر ان هو يبتدي يقرا الداتا اللي موجوده على التاجز، ولا حتى اي حد يقدر يعمل سنيفنج او تراكنج او سبوفنج حتى، او اي نوع من انواع الدينال اوف سيرفيس اتاكس اللي بتحصل على الار اف اي دي تاجز. فبالتالي ده دور الانكريبشن. طيب انا دلوقتي ضمنت باستخدام الانكريبشن ان انا مش اي ار اف اي دي ريدر هيبتدي يقرا الداتا او حتى يعمل سنيفنج عليها. طيب الدور الثاني لانواع الار اف اي دي ان انا بعمل تراك للتراكس دي، وبالتالي اقدر اعرف هي مكانها فين، واقدر اعرف من مكانها كمان ومن خلال التاجز الحموله اللي عليها، هل العربيه دي اخذت بضاعه او اخذت حموله من جوه الدي بي اي او لا، والحموله جاست بس ان انا امرر على الار اف اي دي تاجز اعرف وزنها واعرف دخلت امتى وخرجت امتى، واعرف اعمل تراك لكل الديتيلز اللي انا محتاجاها عن التراك دي، بدايه من ان هي دخلت عندي على البوابه لحد لما راحت اخذت حاويه من الحاويات اريا وحملتها وجت، سواء كانت حتى حاويه او اي نوع من انواع البضائع يعني. فبالتالي الار اف اي دي مش لازم ان هو يكون مربوط بالتراك، لان انواع الشاحنات عندي كتيره، فبالتالي ممكن هي تكون مربوطه بالتراك نفسها او بجسم او بالحاويه. فبالتالي انا بضمن انه بعمل اوتوميشن. الاوتوميشن ده من خلاله اقدر امانج الدنيا، سواء كان على مستوى السوليوشن الاول اللي اتكلمنا عليه ان انا بعمل وايرلس تكنولوجي بغطي بيها الكونتينر اريا، ان انا اي تراك او اي سوري اي حاويه جايه بقدر ان انا بعمل لها انتري في الداتابيس، فبالتالي عملت اوتوميشن للقصه دي. الاوتوميشن الثاني ان انا بعمل اوتوميشن على مستوى البضائع، على مستوى التراكس او عربات النقل الكبيره، يعني ان انا بعمل تاجز، التاجز دي بعملها على جسم العربيه وعلى جسم الحاويه اللي هتتحمل عليها، بحيث ان انا اعرف ايه البضاعه المتحمله على العربيه في الوقت ده ووصلت لفين ودخلت لفين، واقدر اعمل لها تراكنج على مستوى الدي بي اي. تمام، دلوقتي خلاص الحاويه اتحملت فهترجع تاني على البوابه، فبالتالي وانس ان انا عملت سكاننج على التاجز الموجود على العربيه اعرف هي اتحملت ببضاعه قد ايه. كل ده بيرمي عندي انا كادمن، بيرمي على الشاشه قدامي بحيث ان انا او بيكولكت الداتا دي كلها عندي على الشاشه قدامي، بحيث ان انا من جاست ان انا بعمل باسنج او سكاننج عليها اقدر اعرف العربيه دي بدايه من ان هي دخلت لحد لما خرجت عندي من الدي بي اي. الجراف اللي قدامي ده بيوضح من اول ما العربيه دخلت عندي في الدي بي اي على البوابه اخدت التاجز. خلينا نفترض ان التاجز ما كانتش لسه متوصله، بس في المرحله دي هنبتدي نوصل التاجز. تمام، سواء عندي في الويتنج اريا او في حاله الويت هاوس اللي قدامي ده ميزان، اول حاجه اللي هي بنسميها التاجز دي او المنطقه اللي هي الكالرد ويز براون دي منطقه الميزان. هنا بدايه من دخول التراك عندي مفيش اي انفورميشن افيلبل لان مفيش اي تاجنج محطوط عليها. اولا انا بحتاج انتنه، الانتنه دي اللي من خلالها بحطها على البوابات. الانتنه اللي انا بحطها على البوابات دي اضمن من خلالها ان هي تبتدي يعمل انتر اكشن ما بين الانتنه دي وما بين التاجز اللي هي اوريدي موجوده على جسم العربيه. لو تلاحظوا الارقام الموجوده على كل عربيه دي بتوضح التاج. خلينا نفترض ان التاج دي قبل كل عربيه يبقى ليها يونيك نمبر، وانا دوري كنتورك ادمن ان انا مانج الدنيا دي وان انا اعمل لها كفرج
بتكنولوجي معينة، سواء بمايكرويف أو بحيث إن التكنولوجي دي تقدر إن هي تنتراكت مع التاجز الموجودة على التراك أو على جسم التراك، بداية من إن هي دخولها البوابة لدخولها لتحميل العربية للأوزان و اللي هي السيريز اللي بيحصل في القصة اللوجستية اللي هي أبعد ما يكون عن شغل النتورك أدمن. تمام، هنا كانت التراك تمام موجودة وزن الكفريج اريا الخاصة بالأنتنة اللي هي تقرا التاج. طيب شكل التاج هيكون كالتالي، شكل التاج هيكون عبارة عن كارت بيبقى ليه مكان معين وليكن مثلا على إزاز العربية من قدام، ده كان رقم التاج في الحالة دي اللي هو 3 7 3 أصفار. من خلال الكودر أو من خلال السكانر، أنا بجس بعمل سكان على التاج الموجود على جسم العربية ده، بقدر أعرف إيه هي الحمولة، ومش بس الديتيلز الخاصة بالعربية، أنا بقدر أعرف الديتيلز الخاصة بالسواق الموجود على التراك في الوقت ده. تمام، هنا هو وانس إن هي دخلت على البوابة، أنا دلوقتي عملت implementation لأكتر من نوع من أنواع الأنتنة على البوابات، بحيث ان انا اضمن ان وانس ان التراك دخلت وعدت على اي بوابة من البوابات دي هيكون في اوتوميشن، بحيث ان انا اعرف التراك دي بدأت منين ودخلت فين وحملت ايه. ده شكل الانتنة هو المزروع على البوابة، وكانت التراكس الموجودة موجودة وزن الانفيرومنت او وزن الاريا اللي تقدر ان هي تقرأها في الحالة دي. ده شكل تاني من اشكال الانتنة الموجود في الساحات. مش لازم ابدا انه يبقى واقف شخص يعني بيعمل سكان بايده، لا، ممكن الانتنه بس ان هي تكون مزروعه على البوابات ان هي تقدر تقرا التاجز اللي موجوده على العربيه، ومش لازم شخص يخرج بنفسه ان هو يعمل سكان للتاجز دي. دي كل الداتا اللي ظهرت قدامي عندي على الادمنستريشن سكرين في حاله ان هي بس الانتنه قرات الداتا اللي موجوده على التاجز دي. طبعا انا كده بوفر على الشخص اللي ظاهر قدامي ان هو يعمل سكان بنفسه، لو كانت ده طبعا في حاله انه الانتنة موجوده في اريا مش قادره تعمل سكان على التراكس في مكانها. ده التوكن نمبر، والتوكن نمبر للتراك اللي بعدها. في نقطة حابة اتكلم عليها، ان التاج ده بيكون يونيك، مش كل مرة التراك هتدخل عندي الدي بي اي محتاجة ان هي تجدد التاج، لا، التاج هتبقى ثابتة، مش محتاجة ككارت ان انا اغيره، هتبقى ثابتة بس الداتا اللي عليها بتتشينج كل شوية بيزد على الكارنت انفيرومنت، سواء هي دخلت امتى خرجت امتى البضاعة عليها ايه. ده بيسهل الدنيا الى حد ما ان انا اعمل ادمنستريشن لكل البضائع اللي داخله واللي خارجه عندي على مستوى سواء حاويه او على مستوى تراك. هنا هو بدا يعمل تراكينج للتراك، مش بس كحاويه لا، وهي بتنزل اي بضاعه عندي من مخازن مثلا سواء داخله او خارجه. التاجز دي بتضمن ان انا اعرف هي دخلت عند مخزن ايه وحملت ايه باوزان ايه، كل دي داتا بيهمني ان انا اعرفها بالتفاصيل. طبعا ده شكل التاجز، دي اشكال كتير، ممكن يكون عبارة عن شريحة زي اللي ظاهر قدامي، او بتبقى شريحة مغطاة زي الجراي اللي ظاهر قدامي ده، بحطه على جسم العربية على الازاز قدام السواق. طبعا في شكل تاني من اشكال التاجز، ان هي بتبقى مربوطة بالبوكسز اللي بتبقى متحملة في صورة بضاعة بير بوكس، ولكن احنا انا دلوقتي بتكلم على التاجز عموما ككونسبت، بصرف النظر التاجز ده اتحط على جسم العربية او اتحط على كل برودكت بالتفصيل، اللي يهمني التكنولوجي. تمام، بصرف النظر بقى هي تطبق ازاي، المهم ان التاجز دي كلها هتكون مربوطة على انتنة، وعندي ريدر، وريدر في الحالة دي طبعا بعمل انكريبشن للتاجز، بحيث ان مش اي ريدر انه يقدر يقرأ الداتا الموجودة على التاج دي. ممكن القصة دي تفيدني ان انا اعمل جي بي اس تراكينج مش بس على مستوى الدي بي اي، على مستوى اكبر، يعني هنا في الجراف اللي ظاهر قدامي انا اقدر اعمله على مستوى اكبر من انه يكون مستوى انفيرومنت صغيرة، اقدر اعمل تراكينج ليها بس باستخدام الرقم اللي ظهرت قدامي على التاج، او باستخدام رقم التاج ده. طبعا انا قلت في البدايه التاج ده مش مربوط بس برقم العربيه او الديتيلز بتاعتها،
ممكن هو يكون مربوط بالديتيلز الخاصة بالسواق اللي ظاهر اللي موجود عندي على التراك دي. هنا اخر ستيب وصلت لها التراك ان هي بدأت تخرج من البوابة. طبعا اثناء الارايفل بتاع التراك دي على بوابة الخروج برضو هبتدي اعمل سكان واعرف مين ايه اللي تشينج اللي حصل في الحالة دي، سواء على مستوى السواق، على مستوى التراك، على مستوى البضاعة. كل ده هيرمي عندي في الداتابيز بحيث ان انا لو محتاجة ارجع تاني اعمل كولكت للداتا دي ابتدي اعرف اوصل للداتا دي بسهولة. طبعا الجراف اللي قدامي ده بيوضح ان انا ممكن، انا طبعا ابعد ما يكون عن اللوجيستيك ميثودز اللي بتتم في النص، انا يهمني بس التكنولوجي بتكلم عنها، وكمان يهمني التكنيك اللي انا بستخدمه عشان اعمل انكريبشن. في الحاله دي تقدر انت تشبه ال RFID باستخدام وكانها يعني اشبه بالباركود، تبقى عندي مربوطه بداتابيز وبيرمي على السيرفر الخاص بالداتابيز ده.